السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي احنا نهيناه المرة اللي فاتت، واحنا آخر حاجة خدناها المرة اللي فاتت كانت الليست كومبرينشن والورلس اوبريتور. النهاردة إن شاء الله هناخد اتنين فانكشن كمان، واحدة اسمها ماب واحدة اسمها فلتر. طيب الماب والفلتر دول هنفهم هما بيعملوا ايه، وهنقدر نعمل كومباينيشن بينهم، ندخل الاتنين مع بعض كده عشان نعمل نفس اللي بيعمله بالظبط الليست كومبرينشن. تمام، بعد ما ناخد الجزئية دي هنبدأ نقارن في البرفورمانس، هل في فرق بين الليست كومبرينشن والماب والفلتر وايه الفرق بينهم في البرفورمانس والحاجات دي. طيب اول فانكشن عندنا هناخدها اللي هي الماب. الماب دي فانكشن بيلد ان جوه البايثون. طيب دي بتعمل ايه؟ الفانكشن دي بتاخد اتنين ارجومنت، اول ارجومنت هو فانكشن، بتاخد فانكشن. طب تاني ارجومنت بتاخد اي عنصر ينفع نلوب عليه، زي ايه؟ زي الليست، التابل، الست، الكلام ده كله. طيب بتعمل ايه هي؟ ايه الفكره اللي انا يبقى عندي فانكشن اسمها ماب بتاخد فانكشن وبتاخد ليست او ست او الكلام ده؟ الفانكشن اللي حضرتك بتديها لها في الاول دي هي بتروح تعمل لها ابلاي على عنصر عنصر من الليست. يعني لو الليست بتاعتك فيها 10 اليمنت، هي بتروح على اليمنت اليمنت تنفذ عليه الفانكشن ده. فلو قلنا مثلا الفانكشن دي بتاخد سكوير رقم، فهتروح على اول عنصر في الليست وليكن 2، ف2 سكوير ب4، فهي كده خلاص ابلايت الفانكشن على اول عنصر ب4 وسيفته، وهكذا على باقي العناصر لغايه ما تخلص ابلاي الفانكشن على كل العناصر دي، وترجع لك كل العناصر دي في حاجه اسمها ايه؟ مش ليست او ست او تابل، لا، بترجع لك حاجه اسمها ايه؟ ماب. ماب كونتينرز، ماب اوبجكت كونتينرز. طب ايه ماب اوبجكت كونتيننج دي؟ تعال نشوف الكلام ده بقى، تعال نشوف هنستخدمها ازاي وهتفيدنا في ايه. تمام، طيب اول حاجه قبل ما نعرف الماب بنستخدمها ازاي، تعال نشوف الاول نكتب كود. عندي ليست وعايز اعمل منها ليست كمان بس تكون سكوير، بتاخد الكلام ده سكوير. طيب يعني لو عندي ليست 1، ليست 1 بتساوي مثلا فيها 1 و2 و3، اوكي، وانا عايز ارجع ليست 2 سكوير الليست دي. تمام، هعملها ازاي؟ هكريت ليست 2 او سكوير مثلا واحط ليست فاضيه كده من غير ليست كومبرينشن ولا حاجه. انا عايز اقول لو واحد يعني لسه بجنر هو هيستخدم عادي الفور لوب، فهنقول فور ان نمبر، فور نمبر ان الليست 1. تمام، عايزين نعمل ايه؟ هنقول الليست سكوير دوت ابند، صح كده، الايه النمبر ده السكوير بتاعه يعني ايه؟ في 2 صح، دي السكوير في البايثون. فانا كده عملت ايه؟ لفيت على عنصر عنصر، عملت له ايه؟ اخدت له السكوير بتاعه ورحت عملت له ابند فين؟ في الليست ايه؟ الليست دي، صح كده؟ وجيت في الاخر هنا قلت ايه؟ برنت الليست سكوير. ايه اللي هيحصل؟ انا متوقع تطلع لي ليست ثانيه فيها 1 و4 و9، صح؟ لو عملت كده طلعت لي ليست ثانيه فعلا فيها 1 و4 و9. طيب تعالى نعمل المثال ده، بس بدل ما انا بقول بستخدم الفانكشن دي، بدل ما انا بقول قصدي النمبر سكوير على طول بالماس، ممكن اقول كده ديف سكوير فانكشن بتعمل سكوير، بتاخد النمبر وبتريترن النمبر سكوير. طيب خلاص تمام كده. طيب دلوقتي انا عايز ابلاي الكلام ده، ابلاي ازاي؟ اقول هنا السكوير بتاع ايه؟ بتاع النمبر. فكده ايه اللي حصل؟ انا هبند في الليست، هبند في الليست ايه؟ السكوير بتاع النمبر. ليه؟ لان انا النمبر اهو بعته للفانكشن، الفانكشن دي هترجع لي السكوير بتاعه. لو طبعت ايه اللي هيحصل؟ هترجع لي 1 و4 و9. طيب تيجي بقى اشرح لك الماب، تعال اشرح لك الماب. هنشرح الماب ازاي؟ ده الاولد ايه فيرجن، ده الفيرجن اللي احنا كنا بنعمله زمان. طيب بالماب نقدر نعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطه انت عايز تعمل ليست جديده، صح؟ عايز تعمل ليست دي، فتقول الليست بتساوي ماب فانكشن ماب. فانكشن ماب اول بارامتر بقى ايه؟ الفانكشن اللي انت عايز تنفذها على الكود بتاعك. فايه الفانكشن اللي انت عايز تنفذها؟ السكوير. طيب عايز تنفذها على انيو ليست؟ الليست 1 اللي هي الايه؟ الليست القديمه. خلينا نغير الليست 1 دي كده لاولد ليست عشان ايه؟ المثال يتفهم اكتر. انا عايز انفذ الماب على السكوير والاولد ليست. تمام؟ طيب انا كده نفذتها. طيب هي الماب دي بترجع ايه؟ الماب دي بترجع ايه؟ ماب كونتيننج، صح؟ يعني ايه؟ هو عنصر اتربل بس مش هيرجع لي ليست او حاجه من دي. انا لو عملت رن كده وطبعت ده، انا مش فاهم ايه ده ماب اوبجكت. طب ايه الماب اوبجكت ده؟ انا مش فاهم يعني ايه. طب بص كده، لو انا رحت قلت فور اي ان
ماب الكلام ده اطبع لي الاي، فالمفروض اتوقع اللي يطلع 1 و4 و9 صح؟ 1 و4 و9. طب انا مش عايز الوب عليه، انا مش عايز الوب عليه، انا عايز احوله لليست. فاقوم عامل ايه؟ نفس الكلام ده كده اخده اقول له ايه؟ روح حوله لي الليست، وسيب لي الكلام ده فين؟ في الليست سكوير بتاعتي. لو بصينا كده اللي هيحصل، رجع لي ليست فيها 1 و4 و9. يبقى ده هو استخدام الماب. انت بتديها فانكشن والفانكشن دي عايز تنفذها على ليست معينه، تمام؟ فتبدا تديها الفانكشن اللي انت عايز تنفذها والليست دي. طيب هتقول لي يا عم هو حلو حلو الكلام اللي انت شرحته ده لغايه دلوقتي، انا عايز امثله اصعب شويه. يعني ده كده خلينا نسمي ده اكزامبل 1 تمام، وهنا دي الاولد ودي ايه النيو ميثود. اوكي الكلام ده كله ده اكزامبل 1 تمام، هنحطه كده جوه دوك سترينج عشان ما نخليه كومنت يعني، ونبدا في مثالته. طيب مثالته حضرتك معاك ليست وعايز تعمل لها ابر كيس، معاك ليست وعايز تعمل لها ابر كيس، باستخدام الباب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنقول ديفاين تو ابر، بتاخد السترينج وبترجع ايه؟ ريتيرن السترينج دوت ابر تمام؟ طيب وعندي نيمز، دي ليست فيها نيمز، فيها احمد وعلي وايمن. اوكي؟ طيب انا عايز ايه؟ عايز ارجع احمد وعلي وايمن بس كلهم ابر كيس كابيتال، كل حروفهم كابيتال. فهقول مثلا ايه؟ الابر نيمز اي حاجه بتساوي ماب، انا عايز اول حاجه اديها الفانكشن، انا الفانكشن اللي لسه عاملها فوق التو ابر، الفانكشن اللي هي هتكبر والنيمز تمام. طيب انا فهمت اللي دي بترجع لي ماب اوبجكت، انا عايزه ايه؟ ليست. فاقوم عامل كده اقول ليست، فانا كده ايه حولته ليست. كده اللي هيرجع لي ايه؟ احمد علي ايمن بس ابر كيس. طب لو جيت رنيت نسيت اطبع لو جينا قلنا برنت الابر نيم ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي احمد وعلي وايمن كلهم كابيتال. بس عايز اسالك سؤال بقى، هو انا عملت ايه؟ عملت فانكشن ترجع لي الابر، الابر دي انا عارفها، ده انا ابلايتها على السترنج دي اصلا ميثود، الابر دي ميثود. هو المثال كده صح؟ بس ما كانش له لازمه اعمل دي. ليه ملوش لازمه؟ ما انا عارف ان الابر دي اصلا ميثود في البايثون. طب ميثود منين؟ من الكلاس اللي اسمه سترنج، من الاوبجكت اللي اسمه سترنج. فلو انا قلت ستار دوت ابر يبقى انا كده ايه؟ اعطيته الفانكشن، ما هي دي الفانكشن، ما هي دي الابر. مش انا بدل دي كنت انا بديله التو ابر، دي فانكشن انا عاملها. خلي بالك انا بديله الفانكشن نيم مش الفانكشن كول، في فرق. فانكشن نيم يعني بديله الفانكشن نيم بس هو يروح ايه يعمل لها اكسكيوت، مش بديله الفانكشن وبديله في اخر القوسين تمام. فلو انا عايز ابلاي ميثود انا ممكن ابلاها بكل سهوله، انا عارف الابر دي اصلا ميثود جوه السترنج اوبجكت سترنج، فينفع اقول له ايه؟ str دوت ابر على طول، روح هات لي من الاستر الميثود اللي اسمها ابر وابلايها لي فين؟ على النيمز دي. فلو رنيت هيرجع نفس الكلام تمام، فاختصرت كمان اللي انا اعمل ايه؟ فانكشن تمام. فكده ممكن هنا على طول استخدم ايه؟ الاستر دوت ابر على طول تمام كميثود، لان هي اصلا ميثود فمش لازم اعمل لها ايه؟ فانكشن. يبقى ده تاني استخدام ممكن استخدمه فيه. انا في كل مثال كده هحاول اوضح حاجه جديده، فكره جديده تسهل عليك استخدام الماب يعني. طيب ممكن استخدمها في ايه تاني؟ مثال تاني ممكن مثلا السكوير نمبرز، خلاص قلناها. ممكن نعمل نفس الفانكشن بتاعت السكوير دي اللي احنا عملناها قبل كده بس بحاجه اسمها اللامدا فانكشن. هل هو منطقي؟ هل هو منطقي ده اكزامبل 2؟ هل هو منطقي ان انا اروح اعمل فانكشن عشان ترجع بس السكوير؟ انا مش هستفاد بالفانكشن دي حاجه تاني، انا كنت عايز ابلاي السكوير دي على النمبرز دول وخلاص. ففي حاجه اسمها اللامدا فانكشن. طب ايه اللامدا فانكشن دي؟ دي فانكشن انت ما بتديهاش نيم ولا اي حاجه، انت عايز تعمل فانكشن تنفذ تاسك معين مش عايزه تاني، زي السكوير اللي احنا عملناه ده من شويه. عايز تستخدم الباب اللي انت تكيب سكوير وخلاص مش عايزه تاني. فممكن نعمل ايه؟ انا عايز اجيب السكوير في نمبرز فروم واحد، عايز اجيب السكوير بتاع الارقام من 1 ل 10. فاعمل ايه؟ اقول ماب، انا عايز اقول ماب تمام،
الاول ليست عشان عايزها ليست على طول، ونحط كل ده جوه برنت او خليها السكوير بتساوي ليست جواها ماب. تمام، انا جوه الماب عايز اعمل ايه؟ عايز احط فانكشن تروح تجيب لي السكوير بتاع الرقم، صح؟ فممكن اعمل ايه؟ لامدا فانكشن على طول. لامدا فانكشن، لامدا فانكشن بتعمل ايه؟ بتاخد البارامتر اللي هي حتى هي عايزه تعمل ايه؟ هي عايزه تاخد اكس، عايز تاخد رقم، او ممكن نقول هنا نمبر، عايزه تاخد نمبر. طيب وترجع ايه؟ النمبر اللي انت هتقولها ده في سكوير. دي اللامدا فانكشن. انا كده عملت لامدا فانكشن بتعمل ايه؟ بتاخد رقم، بتاخد رقم وبترجع السكوير بتاعه. طب هل دي ليها اسم؟ لا، دي لامدا فانكشن استخدامها حاجه واحده وبتنساها خلاص. طيب وعايز تنفذ الكلام ده على ايه؟ على رينج من 1 لايه؟ ل 11، لان انت عايز من 1 ل 10، والرينج بيقف من 1 لايه؟ من 1 ل 11، يعني من 1 ل 10. تمام، طيب لو جيت قلت له برنت الاس كيو ليست، ايه اللي هيحصل لو عملت كده؟ هيرجع. لو عملت كده ايه اللي هيحصل؟ هرجع 1 و4 و9 و16 و25 و36 و49 و64 و81 و100. رجع السكوير بتاعت الارقام كلها. يبقى انا عملت ايه؟ وفرت على نفسي خطوات، بدل ما اعمل فانكشن استخدمت اللامدا فانكشن، اخدت نمبر رجعت السكوير بتاعه وابلاي ده على ايه؟ رينج من 1 لكام؟ ل 10، بس حطيت 11 عشان اخر رقم مش معايا. تمام، ده تاني استخدام لو انت عايز تعمل حاجه بسيطه ومش محتاجه تعمل لها فانكشن، ممكن تعملها بايه؟ باللامدا فانكشن. طيب يا جماعه لو حدش فاهم حاجه يا ريت يبعت لي في الكومنتات، يعني اللي انا اوضح حته اكتر او كده. تمام، طيب ممكن ناخد مثال تاني. في مثال مهم بقى، انا ساعات ببقى عايز اعمل فانكشن مش هتشتغل على ليست واحده، انا عندي اكتر من ليست وعايز اشتغل عليهم، صح؟ ساعات بيبقى عندي اكتر من ليست وعايز اشتغل عليهم في نفس الوقت. فلو فرضنا ان انا عندي ليست كده، ليست 1 فيها 1 2 3 4 و5، وليست 2 بتساوي 1 2 3 4 5، اي حاجه، اي ارقام يعني، او خليها دي ايه 10 20 30 40، اي ارقام عشان بس تبقى مختلفه. تمام، طيب وانا عايز اعمل ايه؟ عايز اجمع الليست الاولانيه على الليست الثانيه، يعني الواحد اجمع كل عنصر من ده عايز اجمعه الثاني. فالمفروض اقول ايه؟ ليست مثلا اد، ده لو انا يعني واحد لسه بادئ خالص، فهقول ايه؟ 4 اي ان. ده في ناس بقى ممكن تعملها ايه؟ بدل ما تستخدم الزب والفانكشنز دي اللي هي بتجمع اتنين مع بعض، ممكن يعملوا اتنين لوب. تمام، فانا عندي اتنين ليست عايز اجمع الاتنين على بعض، هل فانكشن ماب ينفع تعملها؟ فانكشن ماب ينفع تعملها. شايف الليست ادت دي؟ سيبها زي ما هي كده وقول ليست، دخل الماب، عرف الماب انت عايز تعمل ايه؟ عايز تجمع رقمين على بعض، فاعمل ايه؟ اقول لامدا على طول. ليه؟ بدل ما اعمل فانكشن بتجمع، ما خلاص اعملها باللامدا. اللامدا بتعمل ايه؟ او مش لازم اعملها باللامب، ممكن اقول ايه؟ عندي كده ديف عشان ما نتلخبطش، ادد. الديف ادد دي بتاخد ايه؟ نمبر 1 ونمبر 2، بتاخد 2 نمبر وبترجع ايه؟ بتاخد 2 نمبر وبترجع ايه؟ ريتيرن النمبر 1 بلس النمبر 2، بتاخد 2 نمبر وبترجع النمبر 1 بلس النمبر 2. اوكي، طيب الاول نشرحها بالاد، بعد كده نشرحها باللامدا. طيب قلنا هنا اد، هنديها الفانكشن اللي اد واديها الليست 1 والليست 2. طيب المفروض الليست ترجع لي مجموع الاثنين مع بعض، يعني المفروض اشوف 11 22 33 44 55. طيب لو قلت برنت الليست ادد، ايه اللي هيحصل لو جينا برنت هنا؟ هيرجع 11 22 33 44 55. تمام، فكده كمان الماب ممكن تلف على اكتر من ليست. تمام، بس خلي بالك في حته خطيره جدا بقى، افرض اللي انت مش الليستين قد بعض، يعني اكزامبل 4 خلينا ناخد دول كده نعمل لهم دوبليكيت اكزامبل 4. تمام، افرض الاثنين ليست مش قد بعض، يعني الليست الثانيه اكبر منها بشويه، عندي هنا 60 و70 مثلا، ايه اللي هيحصل؟ هل هيطلع ايرور؟ ايه اللي هيحصل بالظبط؟ لو طبعنا هنلاقي مش هيحصل اي فرق، نفس الاوبوت اللي فات بالظبط حصل. طب ايه ده؟ ازاي كده؟ الماب فانكشن لما بتديها اكتر من ليست او اكتر من حاجه ينفع تلف عليهم، بتشوف اقل واحده فيهم ايه في اللينس، وهي دي اللي بتلف عليهم. يعني مثلا الاولانيه فيها، يعني تعالى نصغر دي
ونشوف ايه اللي هيحصل. كده متوقع ايه اللي هيحصل؟ هترجع لي التريتور فانك، هتطلع لي ايه؟ مابنج اوبجكت فيه ايه؟ 3 بس. ليه؟ لان اقصر ليست فيهم فيها 3 عنصر. جيت عملت كده هتطلع لي 3 بس. الخمسه دول من المثال اللي فوق، من المثال ده، تمام؟ لو عملت كده كومنت ورنيت تاني هترجع لي 3 بس. طب ليه 3 بس؟ لان اقصر ليست في الاثنين ليست كام؟ 3. يبقى اذا لو انت في الماب بتستخدمها عشان اكتر من ليست او اكتر من عنصر، اكتر من دبل، اكتر من ليست، اثنين دبل وليست، اي حاجه، العنصر اللي قال فيهم عدد عناصر هو ده اللي هيابلاي عليه الفانكشن، هو ده اللي هتابلاي عليه الفانكشن. بمعنى ايه؟ يعني الفانكشن اللي هيراجع هتبقى باللينس بتاع اقل ليست في الاثنين. اوكي، الحته دي اتفهمت؟ طيب اللي احنا عملناه ده كويس. اخر حاجه بقى عشان نختم الماب، طيب لو انا عايز نفس اللي انا عملته ده بالظبط بس استخدم اللمدا، بما اننا بركزنا على اللمدا، عادي. احنا قلنا اللمدا بتعمل ايه؟ بتاخد الفاريبل اللي انت عايزه وترجع لك ايه؟ تكسكيوت عليه اللي انت عايزه هنا، تمام؟ يبقى ده الانبوت وده الاوتبوت. طيب لو هنعمل لمدا في الموضوع ده ايه اللي هيحصل؟ هي لمدا، واقول لها انا عايز المره دي تاخد كام انبوت؟ 2. فاقول لها نمبر 1 ونمبر 2. طيب عايز ترجع ايه؟ النمبر 1 بلس النمبر 2. مفيش ابسط من كده. خلاص انا كده خلصت. هي نفس الفات بالظبط. لو جيت رنيت ايه اللي حصل؟ رجعت لي 11 22 33، تمام؟ ده كده شرح بالمختصر المفيد ليه فانكشن الماب. لو عايزين شرح بالتفصيل قولوا لي، تمام؟ بس اتمنى تكون فهمته والدرس مفيد. المره الجايه ان شاء الله هناخد الفلتر، وبعد كده نعمل كومبينيشن بينهم هما الاثنين عشان نوصل للليست كومبريهنشنز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.